يا رب يا ساتر. اهلا وسهلا يا باشا. اهلا وسهلا. امورنا يا ريس. احنا جايين علشان نعين الكائن. ماشي يا باشا، بس العرف بيقول نص الفلوس قبل ما تشوفه ونص الفلوس بعد ما تستلمه. يشوف الكائن الفلوس تبع الترابيزه. لا يا باشا، دي مش لغوه بيع وشراء ابدا دي. يا فخر ماشي حالك عشان المصلحه تقضى. ماشي يا سيد، عشان خاطرك عايزين نشوف الكائن. الكائن جوه في الحمام بياخد دش، خبط قبل ما تخش. طب اخش افرجهم انا الكائن؟ كائني اقعد، انت هتشتغلني انا. بقولك ايه، انا كنت عاملها على روحي، العيال دي شكلها مريب قوي. وانا بقول لك العيال دي هجاصين وبطنهم فاضيه، العيال دول خارجين في العيد ومفيش دولار في جيبهم. يا جماعه انا شاكه في حاجه، ما هو اللي جوه ده لو إيلين اكيد دول مان ان بلاك. ده برفان؟ رجال مترشحون بالسواد. سلاما قولا من رب الرحيم، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يا رتاش. في ايه؟ دول اللي بيصطادوا الكائنات الفضائيه هيصطادوه. نهار اسود، جهاز مكافحه الكائنات الفضائيه. يبقى احنا هنبات في اسم المريخ يا معلم. بس بقى بلاش دوشة. في ايه؟ ولا 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 انتوا رايحين فين بالكائن يا؟ مشي ربع ساعة. مشي ربع ساعة ايه؟ مفيش خروج من هنا لما تدفع الفلوس. ايوه حاضر هندفع الفلوس، ركز معانا. بطلع الفلوس اهو، بطلعها هي ثانية واحدة. ايه ده؟ انت واخد الشغاله ومديني البايظه؟ ما انت واخد المسدس الكبير ومديني المسدس الصغير وما اتكلمتش. طب يعني ايه بقى في الكلام ده؟ انا عاوز ادوس على الزرار. مش انا قلت لك دول عيال عبيطه يا سيد؟ هات يا الفلوس يا. ايه ماما؟ ايه؟ زنجي لا مدلي لا مدلي لا ميا. بتتكلم زينا عادي؟ ايوه، حطيت صباعي في ودانك ونزلت سوفت وير لغه البني ادمين عشان اعرف اكلمك وتفهمني.